بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكري عبد العالي تك ليد و MVP مايكروسوفت، ونواصل في دروس بلازر الدرس 39، ودائما في GWT النقطة الرابعة. تكلمنا في الدرس الأول على النقطة رقم 1، حيث تعلمنا كيف نضيف custom layout إضافي، عندي main layout وضفنا custom layout. بعد ذلك create token with web API، وأعطيتكم رابط الدرس قمنا به في دروس سابقة حول .NET Core، لذلك لا نعيد الدرس، يعني نفس الشيء لا نغير شيء في الأصل .NET، في .NET 5. أوكي. النقطة الثالثة ستكون نوعا ما معقدة، لذلك سأتركها هي آخر مرحلة. ثم النقطة الرابعة وهي الأوتوريزيشن. نرجع إلى المثال. إذن الفرق ما بين الأوثنتيكيشن والأوثوريزيشن هو أن الأوثنتيكيشن هي في البداية، يعني عندما تكون عندي صفحة لوجين، اليوزر يقوم بإدخال كلمة السر، فتذهب إلى قاعدة البيانات نتأكد أنه موجود فننشئ توكن، فهذه هي الأوثنتيكيشن، أي أن المستعمل قام بتسجيل الدخول. هل هذا اليوزر عنده صلاحيات إلى مشاهدة مختلف الصفحات الموجودة في الموقع؟ هذا هو الأوتوريزيشن. إذن ما هي الصلاحيات التي سندرجها أو نعطيها لهذا اليوزر؟ هذا الفرق ما بين الأوتوريزيشن والأوتوريزيشن، هما متكاملتين وليس يعني لا نستطيع الفرق بينهما، لأن هذا عبارة عن شيء وهذا عبارة عن شيء آخر. إذن الأوتوريزيشن هي تسجيل الدخول، أما الأوتوريزيشن هي هل عنده صلاحيات للتنقل أو النافيجيشن في صفحة مختلف صفحات الموقع. سنعتمد في درسنا هذا على درس موجود هنا في الصفحة الأساسية، يعني الأوفيسيال لمايكروسوفت، نتكلم على الأوثنتيكيشن وأيضا على الأوتوريزيشن، لكن هي سنعمل مع GWT وليس إيدنتيتي مايكروسوفت إيدنتيتي، لذلك سنغير بعض الأشياء. أوكي، نذهب إلى مشروعنا هذا ونقوم بإضافة الأشياء اللازمة. إذن في الدوكيومنتيشن يقول لعمل الأوتوريزيشن لابد من الذهاب إلى نيوجات لتثبيت مكتبة اسمها مايكروسوفت ASP.NET Core Component Authorization. إذن سنقوم بتثبيت هذه المكتبة NuGet. هذه المكتبة ونقوم بتثبيت الإصدار. طب بعد ذلك يطلب مني إنشاء ميثود، إنشاء كلاس عفوا بهذا الاسم، نسميها ما شئنا، لكن سنترك الأسماء كما هي. إذن سأدرجها في مجلد نسميه تول مثلا. وهذه الكلاس سنعطيها نفس الاسم. وهذه الكلاس سترث من authentication state provider، وهذه الانترفاس هي موجودة، هل هي انترفاس او كلاس، هل هي وراثة او complement، سنتأكد، أظن انها انترفاس. لا هي كلاس، اذا هي وراثة لكلاس موجودة في المكتبة التي قمنا بتثبيتها، وهي Microsoft ASP.NET Core Component Authorization. أوكي. الآن يطلب مني عمل Implement للميثودات
الموجوده في هذه الكلاس parent class. عندي ميثود اسمها get authentication state asynchron. اوكي، سنقوم بملء هذه الميثود. اذا ماذا نريد ان نعمل؟ نريد ان نعطي صلاحيات لهذا اليوزر. اذا هذه صلاحيات من المفروض من اين تاتي؟ تاتي من الباكند، يعني من الاي بي اي. الاي بي اي، نرجع الى الصوره التي قمنا بانشائها. عندما يتصل المستعمل او يعمل اوثنتيكيشن على مستوى الباكند، نرسل الداتا فيتاكد ان هذا كلمه المرور صحيحه الى اخره، فيعطيني توكن. يعطيني توكن، في هذا التوكن لابد ان نجد الصلاحية، يعني نجد رولز موجود في التوكن، ونجد أيضا النيم، ونستطيع إيجاد أيضا الميل. أي شيء نحتاجه نرسله في هذا التوكن. إذا التوكن هو ليس فقط عبارة عن جي اي دي، بل هو عبارة عن مفتاح يحتوي على مجموعة من المعلومات، ونستطيع عمل بارسينج لهذا التوكن لاسترجاع كل أو استخلاص كل هذه البيانات. نستطيع مثلا نفتح هذا الموقع الذي يسمح لي بعمل ديكود للتوكن، يعني بارسينج لهذا التوكن، ونأتي بتوكن مثلا من ويكيبيديا. نأخذ هذا المثال، وكما تلاحظون يعطيني البيانات الموجودة في التوكن. إذا التوكن، هذا التوكن يحتوي على مجموعة من البيانات. إذا ما هو تيب، ما هو إلى آخره، يعني من بينها هي رولز، أيضا النيم، من هو النيم، نستطيع إضافة رول هنا إلى آخره. أوكي، نرجع إلى الكود. قلنا سننشئ، إذا سننشئ identity var user identity user name يساوي إلى new identity okay. بعد ذلك نعمل new okay. إذن هذا claims identity هكذا تتضح الأمور. then claims identity يحتوي على مجموعة من claims، سننتج claims claim عفوا. و إذا ماذا يحتوي على claim؟ claim و name. نعطيه مثلا الاسم، وأيضا نعطيه رول سيكون أدمين، لنفرض أنه سيكون أدمين. أوكي، بعد إنشاء إيدنتيتي سننشئ كليمز برينسيبال. إذا يوزر عبارة عن، سأنزع الفار فقط لتتضح لكم الأمور. أوكي، بعد ذلك سنعمل ريتيرن لهذا اليوزر. إذا أنشأنا مثال، كما قلت من المفروض أن claims identity هذا الذي أنشأناه سيأتي مثلا، سنعمل له هكذا بعد ذلك، يعني في الدرس القادم سنعمل مثلا جي دبليو أو توكن، و
توكن توكن جيمس مثلا، ونعطيه توكن هو سترينج يعني. لنفرض انه التوكن مسجل في ستورج سيار توكن. سيار توكن لنفرض ان سيار توكن هو عبارة عن سترينج، سنرسله الى هذه الميثود او get claims from token مثلا، هي التي تعمل parsing لهذا التوكن وتسترجع claims، فتنشئ لي identity. بعد ذلك هذا الايدنتيتي سأنشئ به هذا البرنسيبال وأرسله في الاوثنتيكيشن ستيت. سنترك ذلك لاحقا، سنعمل هكذا on const كمثال. جيد، الآن يطلب مني ماذا؟ أن أدرج الديبوندنسي يعني التسجيل. سنسجل هذه الميثود هذه الكلاس عفوا في البروجرام في الدمارة. إذن هنا لابد من إضافة namespace using، وأيضا اليوزينج الخاصة بي في الكلاس هي موجودة في tools. إضافة إذا tools. أوكي جيد، كيف الآن نتأكد من البيانات؟ يعني كيف نتأكد أن هذا الشخص عنده يعني الاوثرايزيشن؟ نبدا بتحويل الابي بي رازور، ثم يعني الاوبجكت البرينسيبال الابي بي. نذهب الى ابي بي، اعطيكم رابطه الدرس. يعني كما تلاحظون سيغير الكثير من الاشياء الابي بي. هنا ضفنا cascading authentication state، بعد ذلك تحولت الى root assembly، بعد ذلك context okay. ثم main layout، يعني لم نغير شيء في الاسماء هنا، فنعمل delete نعمل save. سنأخذ namespace من هنا ونضيفه في import. هكذا سيجد المكتبة و صحح الخطأ. أوكي. أيضا ماذا يقول؟ يقول لا تنسى أن تضيف الأوتوريزيشن، تسجل الأوتوريزيشن في على مستوى الكونفيج أيضا أو البروجرام. أوكي. إذا أصبحت الآن الصلاحية يعني الأوثنتيكيشن يعني الكونتنر يعني الكونتنت للاوثنتيكيشن موجود يعني حاضر. الان سنضيف بعض التعليمات كي نحمي الصفحات. نبدا باندكس مثلا، نقول له هل هذه الصفحه فقط للادمين كمثال. اذا نضيف باليز اوثورايزيشن فيو، بعد ذلك نضيف authorization، بعد ذلك not authorized. هذا الكود وهنا وهنا سنقول له اشطا مثلا خطأ. ليس لديك صلاحية. جرب هكذا. ويقول لي خطأ، ليس لديك الصلاحيات. لإعطاء الصلاحيات سنكتب أكواد هنا، وسنكمل في الدرس القادم. رول.